לבסדת מלכון שמיונו זולי בולדה الآن وإلى الأمان آمين أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نكرم بالفرح والابتهاج أبرارك وقديسيك الذين نهجوا نهجك واتخذوا إنجيلك شريعة وتعليمك عقيدة وكنيستك مرجعا ومحبتك غاية هبنا بشفاعتهم أن نسلك طريقهم فنبلغ ملكوتك حيث نسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد السلام للبيعة ولأبنائها نرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى مقدس القديسين ومبرر الأبرار الذي منه كل بر وقداسة وبه يقوى الضعفاء ويطهر الخطأ برخ مورش كهني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين نمجدك أيها الرب يسوع إلهنا في تذكار أبرارك وقديسيك لا سيما القديسة ريتا التي نعيد لها اليوم لأنك جعلتها وإياهم منائر في البيعة وقدوة للمؤمنين وشهودا في العالم إنهم كالأعمدة الراسخة ثبتوا البيعة على الإيمان المستقيم وكالينابيع الصافية رووا هذا الكون من ماء الحياة وفرحوا قلوب المؤمنين والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر البخور أن تمنحنا بشفاعتها وشفاعتهم نعمة القداسة وتمن على الخطأ بالغفران وعلى المرضى بالشفاء وعلى المحزونين بالعزاء وعلى المتضايقين بالفرج وعلى الموت بالراحة الأبدية برخ مورش كهني ونرفع لك المجد الآن وإلى الأبد والقلب الصياب والقلع الزاب قد ضاع
يفرشكوني أيها الرب يسوع. كريم في عينيك موت أبرارك، طوبى لهم ولقديسيك لأنهم حفظوا لك أجسادهم وأرواحهم نقية، فكانوا البخور الزكية أمامك يفوح ذكرهم كالطيب في بيعتك المقدسة، مثالا حيا لجميع المؤمنين. امنحنا يا رب معهم نصيبا في ملكوتك برخمور رشكوني، ونرفع لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. خديشة ألوط، خديشة حيلطن، خديشة قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما برخمور رشكهنة. المجد لرب بولس والرسل والأنبياء، ولتكن مراحم الله على القارئين والسامعين وعلى ذرية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، أنا الآن ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، فإن المؤمنين في مقدونيا وأخائيا أحب أن يشاركوا في إعانة الفقراء القديسين الذين في أورشليم، أحبوا ذلك وهو دين عليهم، لأنه إذا كان الأمم قد شاركوهم في خيراتهم الروحية فعلى الأمم أيضا أن يخدموهم في الخيرات المادية. فإذا أنهيت هذا الأمر في أورشليم وسلمت شخصيا تلك الإعانات إلى القديسين، سأمر بكم ذاهبا إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا أتيتكم سآتيكم بملء بركة المسيح، وأناشدكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في صلواتكم إلى الله من أجلي، لكي أنجو في اليهودية من الكافرين وتكون خدمتي في أورشليم مقبولة لدى القديسين، فآتي إليكم مسرورا إن شاء الله وأستريح معكم. وإله السلام يكون معكم أجمعين، آمين. والتسبيح لله دائما.
كالنخيل يصير ومثل أرز لبنان ينمي. مبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم وما يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله البشير. وأخذ يسوع الاثني عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب في الأنبياء عن ابن الإنسان، فإنه سيسلم إلى الوثنيين فيسخرون منه ويشتمونه ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. ولكنهم لم يفهموا شيئا من ذلك، بل كان هذا الكلام خفيا عنهم، وما كانوا يدركون ما يقال لهم حقا. والأمان لجميعكم. أبائي الأجلاء، إخوتي وأخواتي أبناء سن الفيل والجوار، الأحباء جميعاً بالرب يسوع المسيح، في كل سنة تضرب لنا القديسة ريتا صاحبة العيد موعداً لنا ولكم في هذه الكنيسة المباركة، لنشكر الله معكم على كل النعم التي يغدقها علينا وعلى الكنيسة والإنسانية كلها بشفاعة هذه القديسة
المسموعة عند الله. وفي هذه الأيام، ربما 3 أيام، يقام في هذه الكنيسة أكثر من 20 قداس، وفي كل قداس 1000 من المؤمنين أو أكثر يأتون ويصلون ويسجدون للرب ويلقون أمام قدميه المقدستين بشفاعة ريتا همومهم وأحزانهم وأوضاعهم، ويسألون الله أن يخفف منها وأن يعطيهم أنواره ونعمته ليكملوا طريقهم في الحياة بقوة إيمانهم. أليست هذه نعم تنزل علينا من السماء ونشكر عليها الرب من كل قلوبنا؟ نعم أيها الإخوة الأحباء، ولكن لنفهم كيف أن هذه الأمور تجري بهذه الصورة، كيف أن القديسة ريتا تدعى شفيعة الأمور الصعبة والمستحيلة، ذلك أنها آمنت بربها يسوع المسيح الذي قال لنا في إنجيله ما سمعتم، ابن الإنسان يعني هو سيسلم إلى الأشرار يهزؤون به ويقتلونه، أصعب من هيك، وفي اليوم الثالث يقوم ويتغير كل شيء، ينتصر على الموت وعلى العداوة وعلى البغض والحقد بلباس أبيض صاعد من القبر ممجدا مهيبا ليوزع على الدنيا حلاوة الحياة. نفهم من إنجيلنا أن الطريق إلى المجد وإلى الخلاص تمر بالصليب، لا شيء يأتينا من دون تضحية، لا شيء يبنى من دون عذاب. القديسة ريتا عاشت هذا الصليب وعاشت هذه القيامة التي هي قيامة المؤمنين بقوة الرب يسوع المسيح. كيف صار ذلك؟ القصة عمرها أكثر من 600 سنة. نحن اليوم مجتمعين حول شخص عاش من 600 سنة وبعده حي، برهان على ذلك كلنا مجتمعين مع ريتا قدام مذبح الرب. امرأة مؤمنة محبة للسلام تزوجت رجلا شريرا، نصيب، وأعطاها الله ولدين بفعل الشرور والظروف العيشة في إيطاليا في ذلك الزمان دون دول ودون بوليس، على الحقد وأخذ الثأر، مات زوجها قتلا ومات ولداها، فصارت وحيدة في الدنيا. تصوروا امرأة لا معيل لها في ذلك الزمان، ولا أهل ولا أحد، وكأنها ماتت. أكثر من هيك، ألهمها الله أن تذهب إلى الدين، وهناك يا إخوتي تغير لها كل شيء. المسيح كلمها بقلبها وقال لها أنا معك، أنت مش وحدك. إذا الإنسان تألم وحده ما في أصعب منه، جحيم، بس إذا في حد منه حدا تتغير الإشي. يما لا، الله معنا
في آلامنا، وهو الذي يقول ما ننساه بعض الأحيان: إذا كان عندكم إيمان ولا تشكون تقولون لهذا الجبل، جبل صنين، انتقل واسقط في البحر، يكن ذلك. شو هالحكي هذا؟ هذا حكي صحيح. ليس بالضروري أن ننقل جبل صنين إلى البحر، بل ضروري أن ننقل جبال الهم، جبال الحزن من كبن عنا، جبال البغض، والبغض جبال بهالأيام، والحقد جبال، والسلاح ملان معبى الدنيا، والموت موجود، ما حد يسمع لحدا، وكل الناس بدهم يقتلوا بعضهم. وفي حياتنا الشخصية الخاصة أيضا جبال من الهموم والمصاعب والمتاعب، مين بده يشيلها؟ الإيمان بالرب يسوع المسيح. وصورة ريتا قدامنا، هو اللي شل كل جبال قدامها ورد لها حياتها المقدسة، وصارت قوة ونعمة للجميع. مش بس هي، صارت تساعد غيرها حتى يطلعوا من أوضاعهم الصعبة، وعم تساعد من مئات السنين وبالدنيا كلها، مش عم تلحق شغل. وصلات أمام الله تعطونها من أشواك قلوبكم، تعطيكم من مرود يسوع المسيح. شوق بيل ورد، هذه حقيقة وريد. لذلك ليست هي التي تصنع الأعجوبة، الرب صنع بها الأعجوبة، هي الأعجوبة، هي اللي تغيرت. في صورة عن تغيرنا نحن أيضا إذا ما التزمنا هذه المعادلة: الصليب طريق إلى القيامة. ما تنفزع من الصليب، هذا الصليب نور، صار جسر عبور من الموت إلى الحياة، جسر تغيير. القديسة ريتا صارت ملهمة لكل إنسان يتعثر في حياته، هي تعثرت قبله، والرب دبر أمرها وغير حياتها رأسا على عقب، وصارت قديسة القديسات بمحبة مريم العذراء لها ويسوع مخلصها وفديها. نسألها نحن وإياكم يا إخوتي أن تزيل جبال الهموم عن كل واحد منا، أن نتوكل على الله توكلا عميقا صحيحا، وأن نشعر أننا لسنا متروكين. الكلمة هيدي سامعين ببوزة، بودة اللي بيعبدوا أهل الصين والهند، بودة شو كان يقول؟ الإنسان متروك، ما قاله حدا، أفضل روح ينام يخلص من هالدنيا. يسوع المسيح قال العكس: أنتوا مش متروكين، أنا معكم. ما حدا قال هيدا، أنا معكم، لا تخافوا، ما حدا يخاف، أنا معكم. التلاميذ في البحيرة، أو هو نام أو عمل حاله نايم، هو بيعرف ربنا كيف اشتغل. عاصفة هبت بالبحيرة، كانوا يغرقون، طلعت المي على السفينة، وعوه: أما يعنيك أمرنا؟ قال لهم: يا قليلي الإيمان لا تخاف، أنا معكم. هاي العجوبة، أن نؤمن أن الله معنا، أن شفاعة القديسين تقوينا، أن القديسة ريتا هي المثل الصالح أمامنا، أننا بيدي الرب مثل ولد بإيد بي وأمه. شو بعد بده؟ شو مكان بإيد بي وأمه؟ باش بده شيء. نسألها بشفاعة صلاتها أن تزيل حواجز عدم التفاهم بين أهل لبنان والمسؤولين في لبنان، أن تتقرب قلوبهم أكثر بعضهم لبعض، أن يسعوا في إثر خير وطن واحد ووطننا جميعا،
يجب أن نصلي على هذه النية، يحط السلام بالقلوب. ما بيجي السلام هيك من الخارج، بينبع من الداخل. حط بنيتك السلام، بيجي السلام. نصلي على نية وقف القتال في الدنيا بأسرها. هناك هواء لكل الصدور، هناك أكل لكل الجائعين في الدنيا. ليش خايفين الناس بعضهم من بعض؟ ليش عم يقتلوا بعضهم؟ ونحن مدعوون لأن نكون إخوة متضامنين. هكذا المسيح علمنا، كلنا إخوة أبناء للآب الذي بالسماء. أيها المؤمنون، تعالوا نطلب مزيدا من الإيمان في قلوبنا ومن الرجاء بعالم متغير أفضل، بلبنان أفضل يعيش فيه أبناؤنا أجيالنا الجديدة كما عاش آباؤنا وأجدادنا بفرح. نيال من إله مرقد عنزي بلبنان، كنا نقول ترجع الأيام، واللي فلوا يأسين يزهر الأمل بوجوههم. نرتبط نحن وياهم هونيك وهون، سير نقاون بعضنا ونساعد بعضنا البعض ونقول قوي لبعضنا البعض. القديسة ريتا، وأنا نسألك إلا الإشياء الليلة نحن وياكم، أن تعطينا إيمانا متجددا بالرب يسوع المسيح. كان الله معكم يا إخوتي، وقبل صلاتكم. كل واحد ليلة عنده دعوة خاصة قدام ريتا، أنا ما بعرفها بس هي بتعرفها وربنا بيعرفها. فليستجب الرب دعاءكم وصلاتكم، وليشملكم بعدل بعين عنايته ورضاه. له المجد والشكر من الآن وإلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد، آمن ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، يساوي الآب الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد صلب، تألم ومات وقبر وقام في اليوم كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت. وينو بصوغ الطيب وطوغ يعول البيت ويزود بيتو تكوتشو صلى ولي بيت المرا
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجدل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومرمرون ومر يوحنا مرون والقديسة ريتا. اذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، أبناء هذه الرعية. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وإلنا أن نهانق بعضنا بعضا في نزمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا وجد فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليه، السلام لكم يا إخوة الكهنة ويا قدام روح القدوس. سلام البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين. برخ مورش كومني ونرفع لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل الشر وامحو جميع مخالفاتنا. برخ مورش كومني ونرفع لك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد
وشركة وحلول الروح القدس معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله نطلب تائبين ونجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم عودة قدوم حاجودي للمعبد حائل نساب اللحم بيداو قادي شوطو وبارف قادر وقصويا بالفل ميداو كادو مار ساب أخول من كل خون هونو ديني تاو فغروني دحلو فيكون وحلو فساقية متقصي ومتيهات وصويا الحب والحياة دلعلم المين وخانوا عالقوس ودم زغو من حمر ومن مايو بارخ وقادش ويا بالتلميذة كانوا مار سابش تاو مليك والخون هونو بنيتاو بمودير ديات إحداثو دحلو فيكون وحلو بسرقية بتشهدو متيه حصو يتحو والحاية دلعو لمولمي. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيء. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نعلم.
نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. انحدروا في الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين استجبنا يا رب. وليات روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيجا في الكاس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار بتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. يا رب تلبطنا وابتهالنا وامنح الأمان لشعبك والسلام للعهد، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس بطركنا الانطاكي ومار بولس مطراننا واعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة كلهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والقديسة ريتا والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب اجعل يا ربي ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات
لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان فناتف إليك بصوت واحد متفقين ونصلي قائلين: أباك الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأن لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر برخ مورش، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم ومع روحك. أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك، المنحنين أمامك الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك ومغفرة خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، وإليك نرفع المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الله الأزلي الثالوث الأقدس المتساوي بالجوار معكم جميعا يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك ينثر كل واحد منا
تهيب وخشوع وليسأل الرحمة والحنان. الناس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد. Thank you.
بك يا رب نعترف والتسابيح لاسمك نقدم، لأنك طعمتنا جسدك وسقيتنا دمك الحي يا محب البشر ارحمنا. إخوتي الأحبة، بعد البركة الختامية بيكون في عنا زياح بذخير القديسة ريتا، ومن بعد كل قديس نبارك الورود أيضا ومنوزعها على بواب الكنيسة. نطلب من يلي بعد ما قدسوا موجودين بالخارج يعملوا معروف من بعد ما ينتهي القديس مع صاحب السيادة ويعطينا البركة الختامية، يفتحوا المجال حتى المؤمنين الموجودين بالكنيسة يقدروا يظهروا لبرا، ومن بعدها بترجعوا حضرتكم بتدخلوا إلى داخل الكنيسة. كما بندعيكم لزيارة القربان المقدس المصمود بكابيلا القديسة ريتا بالشابيل اليوم وبكرة طيلة النهار، وبندعيكم لزيارة المعرض السنوي الحرفي الموجود بقاعات الكنيسة. إن شاء الله بنعيد عليكم وعقبال كل سنة. على هذه الموهبة التي منحتناها ولو غير أهل لها، لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا برخمور رشكوهني، ونرفع لك المجد الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجا، وكملهم بفيض بركاتك برخمور بورش كهني، ونرفع لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا، وللمرضى شفاء، ولمنكسري القلوب رجاء، وللحزان عزاء، وللموت راحة، وللأسرى خلاصا، وللمسافرين رفيقا، وللبعيدين مرشدا، وللقريبين حافظا. ويمين رحمتك تبارك هذه الرعية وهذه الأبرشية وسكانها، اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة. يا رب انصر محبتك في الأرض، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومريم يوحنا البتلمار قديسة ريتا شفيعة المكان والعيد وجميع القديسين. آمين. عيد مبارك وعبال كل سنة، الله يعطيكم عاد نيتكم. مجد الرهبنتي فخر الراهبات القديسة ريتا ذات اللبان، وعلى
شفاعتك نفوز بحسن الأمان.